يا رب عدي النهارده على خير يا رب يا رب. يلا يا مايا عشان نذاكر. ايه يا حبيبتي، ايه برقتي كده ليه؟ هن ايه؟ هنذاكر. هنذاكر؟ اه هنذاكر. ايوه طبعا احنا لازم نذاكر كل يوم. اه طبعا لازم مش نذاكر احنا كل لسه معانا لسه مذاكرين امبارح. اه طبعا يعني واحنا بنذاكر امبارح بس، فهنذاكر كل يوم. طب انا جعانه، قصدي عطشانه، انا عايزه انام. مايا ممكن تهدي وتسكتي عشان نبتدي المذاكره بتاعتنا؟ لو سمحتي مش كل موال كده، مش كل يوم نفس الموال، كفايه. طب هنذاكر ايه؟ هنذاكر ماس. لا ماس، لا اي حاجه الا الماس، انا مش قادره اقعد افكر اطلع الكالكوليتر بس. بس خلاص 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 هنذاكر ساينس. يا مامي احنا لسه مذاكرين ساينس امبارح واول امبارح. ايه المشكله يا مايا؟ مايا انت كل شويه تطلعي لي بحاجه. احنا كل يوم هنذاكر ساينس يا مامي. خلاص يا مايا انا عرفت هنذاكر ايه. احنا هنذاكر دراسات، دراسات اجتماعيه لا فيها مسائل ولا كالكوليتر، وبقى لنا اسبوع ما ذاكرناهاش. بس فيها التعريفات. انت ليكي حل واحد بس. انجلش. لا او ال. لا امال ايه؟ عربي. احنا هنذاكر عربي. طب خلاص عايزه ولا كلمه. هو العربي. طب ساينس. شو اسكتي خالص، هو العربي بس. مش عايزه اسمع صوت، هو العربي اللي هيتذاكر. طب هنذاكر ايه في العربي؟ هنذاكر نحو. الله انا بحب النحو قوي، يعني النحو احلى حاجه في العربي بجد. يعني لو ما كناش ذاكرنا النحو كنت هزعل قوي قوي يا ماما. للدرجه دي؟ اه بتحبي النحو للدرجه دي؟ ايوه انا هفرح جدا لو ذاكرنا نحو. طب خدتي ايه بقى في النحو السنه دي؟ اخدنا النعت والمنعوت، العطف والمعطوف، الحلو والمحلول، التاكيد والمتاكد. الايه؟ حلو ومحلول؟ اه والتاكيد والمتاكد. حل ايه ومحلول ايه وتاكيد ايه ومتاكد؟ في حاجه اسمها حلو ومحلول يا مايا؟ اي ماما. مايا مايا ما تعصبنيش عشان يا رب يا رب انا نفسي النهارده يعدي على خير. انا مش هذاكر نحو، انا حتى نفسيا نفسيا مش مهيئه ان انا اذاكر معاكي نحو اصلا. احنا هنذاكر قراءه هاديه وجميله وظريفه وقصه هنذاكر قراءه. مع اني كنت عايزه اذاكر نحو قوي. لا بس معلش هنذاكر قراءه. ماشي يلا نحو. ماشي هنذاكر قراءه. هنذاكر ايه في القراءه؟ طيب هنذاكر درس منتصر ومجاهد. بصي بقى يا ستي، الشمس تميل نحو الغروب مس... نعم في سؤال عن الدرس ده محيرني قوي. اللي هو ايه؟ هما ليه مسميينه منتصر ومجاهد؟ ليه مش تامر وعمر؟ مزاجهم كده. ليه مش سلمى ورحمه؟ مايا مايا عشان بيتكلم على حرب اكتوبر يا حبيبتي. هما بيتكلموا عن حرب اكتوبر، سلمى ورحمه ايه بس؟ بقول لك ايه، انت ابتديتي فعلا ان انت تعصبيني، ما تخليش صوتي. يعني مش كده بقى، كفايه. مبسوطه مبسوطه؟ ادي طنط هدى جارتنا اتصلت بيا، اقول لها ايه دلوقتي؟ اسكتي. الو. ايوه يا هدى. مش عارفه تنامي من صوتي يا هدى. ما انا قايله لك مليون مره انا بذاكر من الساعه 5 للساعه 8، انت بقى تنامي قبلها يا بعدها، يعني مش لازم تنامي في الوقت اللي انا بذاكر فيه. مش هوطي صوتي يا هدى، انا بذاكر دلوقتي. مع السلامة، مش تزودي عصبيتي. مع السلامة. قلت لها تجيب ميار؟ بتضحكي ها؟ بتضحكي. قلت لها تجيب ميار؟ مايا مايا انت مش كفاية انت مغلباني في المذاكرة؟ يلا يا ماما. يلا نكمل منتصر ومجاهد. طب هما ليه مش خلوا اسم الدرس اسم بنت؟ وكمان ازاي طنط هدى تقول انك بتزعقي؟ ما انا اللي بخليك تزعقي يا ماما. مش كده يا مايا برضو؟ اه ما انا بقول كده برضو. يا مامي الرقة، الرقة كلها انتي، الشياكة كلها انتي. واو انتي غيرتي لون شعرك؟ ايه ده انتي خدتي بالك؟ ايوه بجد؟ تعرفي يا ماي ان لو عملتي صبغتي شوية من القصة هيكون شكله حلو قوي. ما هو انا كنت عايزة اقول كده الكوافير برضو، بس هو قال لي لا هيبقى شكلها مش حلو. لا هيكون تحفة يا ماما. بس انا مش هقدر اروح له النهاردة اصبغ الحتة دي. انا عندي طريقة تحفة اقدر اصبغ لك شعرك فيها في 10 دقايق. بجد؟ ام طب طب ايه؟ طب احنا ورانا طب المذاكرة. المذاكرة؟ بلا منتصر بلا مجاهد يا مامي، سيب المذاكرة يلا. صح يلا بينا.